الاخوان واش المباركه كنت معكم هنايا جا شي اخ اخبار زوينه عند الدراري ديال اسم ديك الدوله الاوكرين قالوا لي بانهم فينا هو ماشي هو باش قالو الدراري ديال الاوكرين كتبوا لي برا ماشي كتبوا لي كتبوا الاخرين انت توصلتي بها ياك قال لك شكرا لون من بعد ما هضرتي علينا حنا طلبه اوكرانيا راه السلطان لما قالوا لهم غادي يقولوا لهم وفر لنا الطائره غدا بالمجان وحنا غدا ان شاء الله في المغرب سير عند بن عمك ولكن المؤسسات ديالنا اللي مازال ما داروش معانا الحل وانا باقي ليا غير 4 اشهر باش نخرج طبيب اسنان باقي ليا 4 اشهر ولكن طامت لي شهر تريح خويا ريح تما كملها ما غادي بومبارديك ريح ما عندي ما كاين لا خير اش مخلوع غادي المغرب فيك الباط ديالك 4 اشهر واش غادي يقدروا يديروا لكم امتحان من بعد ولا دير لكم تعاودوا القرايه ما نضرش فلهذا بعدا قلتوا لك انتم اللي قلتوا الملك سد لكم طياره على حسابه باش تهزكم ايوا سيدي خبار هذه خبار زوينه ايوا بحال هادشي اللي بغيو حنا نمدي لكن الملك يتصنت لنا مزيان ما كانش حنا بعدا راه الناس تكلموا ها الطياره جاتكم باهي وغتمشي المغرب فابور العلم ما قالوا لي قالوا لي بان هذيك الطياره اللي فيها رواية الامارات حسبوا لهم 1500 ماشي 1500 درهم من الاوكرين من كيفك لا ما كيمشي كيفك كييف من كييف ماشي تشيكين كييف لا تشيكين كييف لا بوحدها هذه مدينه العاصمه كييف باش 1500 سينجل وان واي وان واي شوف الروايات في الازمات تي بروفيتيو في الازمه ديال عباد الله 1500 سمعتي ها انت
هانتوما هانتوما شوف بني عمكم، ولكن ما عليناش، هانتوما يصوتوا على داك الشح، هانتوما فضيو معاه، كلشي كلشي تندخل القنوات، تندخل القنوات نشوف كلشي كلشي تيتكلم على آخر نوت، قالوا بأنهم قالك بغاو سمو شنو اللي كيتحكم علينا محمد السادس باش يجري عليه، إيوا راه عنده لأن جابو محمد السادس خصو يتصنت لينا. إذا ما كانش لنا نتكلموا مع الأمير، مع الأمير، الأمير صاحبنا، الأمير جاي يتفرج في الأمير، الأمير محمد السادس، عافاك ولدي نقول عليك شي وقيله ومشيت عند الوالد يقول لي ودي راه هذاك هذاك اللي كاين في الإنجليز اللورد أبي، يعرفني اللورد أبي، قول لي ذاك دائما تشرب أتاي بالكشكوشه، ما تقولش لي الشرب الاحترام، قول لي قول لي ودي راه الناس الناس طلع عليهم الدم الكرر، طلع عليهم الدم، خصهم بغاو هذا الشيخ يمشي بحالهم، إيوا. يجري عليه يجري عليه يجري عليه، راه عنده 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 في القانون ديالو عنده الحق يجري عليه، فهمتي؟ لان ما كاينش حكومه ماجوريتي، فهمتي؟ ما عنده يفيرو، فهمتي؟ بقى عنده كتله كتله من التحام على عباد الله، فهمتي؟ فلهذا من هذا حنايا بغينا الشعب الشعب ينوض 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 ينوض، ما بقاش ماشي يلعب الكارتا ينوض ينوض، فهمتي؟ نوضو خرجوا للزنقه وهذا وهذا، وسيروا جمعوا الزبل، الزبل كاين في الدار بينا. دابا اي شارع كبير تلقى رجعوا الزباله غاليه وتشوف الزبل ديال الترياب ديال القحبه هذوك ولا القحبه اقولها ولا القحبه هذوك اللي تيكونوا في الحبس يندمجوهم معنا حنايا معكم نتوما هذوك ولا القحبه يقول حق الملك وعطيني تريبورت واش الملك عطاك تريبورت باش تلوح لي الزبل قدام داري ها تلوح لي البني تلوح لي الخرا ها ايوا دابا اي شارع دزتو فيه ولكن السلطات المحليه ولا القحاب ما تيديروا والو نقول اش قلتي اش قلتي اش قلتي اش نقول لهم القحاب واش بغيت نقول لهم اش بغيت نقول لهم اش بغيت نقول لهم من جاب هما خدامين في البلديه ولا العمال اش يقول لنا ولا المجلس البلدي وتيدوزوا من ديك الطريق وتيشوفوا السبل ها ها يوميا تيشوفوا وما تيديروا والو ايوا ايوا كان عندنا واحد العامل واخا العامل يعني خرج ولا تخرج تقول لي مصطفى العلوي ولا ما شو واحد كان يجي على الموتور تيجي للدريبه ويجي هذا ويجي هذا وهذا دي والله العام جا جا الوالي قال الوالي كان شي مشكل تما في مع التروطوار والله جا شاف الحكا وخلي صبحوا ديما تيصبوا في التروطوار صافي قول اه هذاك العام تيخرج الله يعني خرج على القحبة كرهوه وما سيفطوا لهولندا سفير معليش الا كنتي تخدم ما بغاوكش اه خصك تشوف دابا باقي سادين علينا باقي ماشي علينا حنا عليكم نتوما دابا حنا على اسمو انا اللي انا الولي العهد الولي العهد شد كوفيد ودوز المرتو ودابا الناس شاكين واش الملكة تاهي فيها كوفيد لأن كان معاها يومين قبل مع كان مع مو وقال لها دوزها كوفيد وما بغاش يقول لها ما يقول الملكة مريضة بكوفيد لأن ماشي ماشي مصلحة كما تيتعاملوا ديك التحرام ديال المغرب تيستروا الأخبار استروا دابا غير قالوا هذا اسمو اسمو تشارلي تشارلي وكاميلا هذه كاميلا اللي خرجوا على ديانا ما عليها هذيك باش تسوق لحنايا هذاك 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 باش يقول المرا اللي تكون ما عرفتش ولا مع اليوم اللي نهار الحب نهار الحب نتكلموا على شويه على فالنتاين نتكلموا على فالنتاين ولكن دابا حنا المغاربه والو ما عندناش ديك ديك التربيه ديك الايديكيشن تمشي تشري الروز تاع المدام وتخرج تتغدى وكيف تتغدى فين تخرج تخرج ديك البوز كون كان فينا الوراقي فينا مشوج مجوج مع المجوج مع هو بين مجوج مع ولا حلو 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 الباب ديال الفرق غندخل داخل ونمارس هذا الجنس وشوف شوف واش انا مجوج ولا مجوج اش تي هذه المساله اجي شوي اي واش هذه مرتك مالها مرتك نتايا تخرج تقرا من المساله هذه هذا ماشي قلت لكم انايا بغينا هادو 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 الفنادق اما يعملوا لنا الماكينه الماكينه بحال عند المراكي ديال الزواج تخشي فيها تاع المراه تخشي فيها هذيك اسمها شوف شحال يخلص باش تاخذ الجواز تخشيها ويعطيك تعطيك بيرمي دو نكاح تمبوري فهمتي بان كتزوجي معاها تطلع لوطي تتنكح مع راسك ليلا ولا هذاك ومن تسالي تتهود ريسبشن تعطيك هذاك وترجعوك ترجعوك العربون القوة هذيك في ريسبشن هكاك دي حنايا حنا ما علينا والو حنا غير تنفذوا التعليمات تخاف منهم فهمتي خدام تما يدير شي حاجة غادي يخرجوا لي على خدمته ولوطي وقع في مشكلة صدقتني الرشوة الرشوة خصها تكون كبيرة باش تستروا عليه باش يقولوا انت عرفتي دابا دابا القحاب شاد دينك فهمتي شاد دينك دابا فهمتي لأن المشرع ما يقدرش يشرع المشرع عندنا مشرع هنا خصو هو يشرعو هو يشرعو خرج ديال المشرع وحرقو فهمتي لا ماشي يحرقو قانونيا لا 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 حنا داكشي ديال العنف لا لا بالحكم بالحكم نقلبو ليه على شي حاكم يحكم بالنزاهة
غير يجي عنده يقول لي ما قول لي اللي يدير لي راه سير الحارق يدير بحال الهندي كريميتي ما مانيش فاش كنا هنايا غادي نمشي بحياتنا. دابا انا قلنا لك دابا الحمد لله الدراري ديال هذيك الاوكرين راه هما غادي يرجعوا غادي يخرجوا على المستقبل ديالهم بحال ما غادي يموتوا. اللي تدخل المغرب في الحرب كثر من اللي كاين غادي يكون دابا تما غير داخل المغرب ولكن ضعفنا الدراري صغار طلبونا حنا قلنا لهم هم الحرم ديالهم فهمتي انت باش نشوف واش قالوا لي الناس. واحد قال لي تحيه مليئه بالخير، ثاني واحد قال لي بغيت نشوف واش كاتبين. اليوم دوزنا التلفزيون التلفزيون دوز لينا حنايا حنا دوزنا التلفزيون تيبانوا لي دوك مولين الكاميوات في كرادا قال لي باد مع البوليس تقلب على العضراوي تقلب تنرولونتي باش نشوف واش بين لي تما ما بينش والله العضراوي ما تشوفوش تما. هاو العلو التربيه ديال المغرب تيخاف على راسو تيخاف يجي يشدوه فهمتي. دوك التراكس بولي مع البوليس في الحدود ديال الميريكان شتي الناس هذا هو هادي هادشي اللي كاين في الاخبار. دوزو لنا قلنا امريكان فوتبول 100,000 وش زياده ما كتفرج ما قال لهم لا تلقيح ولا ما تلقيح. حنايا في المغرب قلت لك زعما دابا الكره ما كاينش عندنا في المغرب علاش كيحكي التلقيح ولا كيسمو هذاك رجع يدخل مع كاع القواله ديال صحابو تيدخلهم تما دخل مع شي 100 واحد ما كيتفرج وماشي مفرقين شي 11 وزيد عليهم هذاك الجاي بوي هذاك اسمو واش يقولوا ليه هذاك حج كان بالون دور. اش من بالون دور شي قوي البالون دور بالون دور يبيع 20 في اللعابه هذه بالون دور يا ولدي بالون دور جولدن بوت مانيش فيك انها في افريقيا. دابا غنمشي نستريح شي شويه ونرجع لكم عاوتاني لان دابا قهروني بالحركه ما كاينه حرك 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 دابا مابقاش نقول لكم وراكم عاودوا الكركو نقول لكم والو خلي ديال امهم هاني ابيا ولا بيهم هاني بيا ولا بيهم لي كنحسن الالفاظ واش نحسن الالفاظ وين اللي بغا واش دابا عاد بغا فاك ويد بغيت تقراو فيا انايا 71 عام مزيان ويد تقول لي تقرا تقود تقرا كراك فهمتي الله يرحم باويك الله يرحم باويك مدخول كركو فهمتي واه فهمتي واش عباد الله الشراب تاعو فيه الشراب تاعو فيه عباد الله الشراب من 100 مليار ديال الدراهم 100 عندي الحساب نقول لكم سيطو لي الدراهم سيطو لي الدراهم ميكرو صحي سيطو لي شوفو ومسحو هادي شوف قالك واحد كتب لي قالك بانه اخنوش تو نوت وانت بيبل هو ار ايبل تو انالايز اند ثينك كريتيكلي قالك ما بغاش الناس بغا الناس العام سيدي هي اونلي وانت اوبيدينت وركرز باي حق على المال يقول لي واش تي هذا هو كتب لي قالك واحد كاتب عليه ثاني اش كتب لي ثاني فين نشوف واش كتب لي هذا شوفه إرادة رسوم المشروبات الكحولية تفوق توقعات رسمية هانت هي غادي نوريكم واش مكتوب لها فين هي شوف هي كاينة في سبيس شحال من مليون إرادات الرسم المفروض على الخمور والكحول قد بلغت حوالي 810 مليون درهم مقابل 651 درهم كانوا معولين على 651 ساعة فينا حنايا طلعناها 810 شكرا السكرية المغاربة عبر العالم. ولكن هاد الفلوس هادشي هاد الضرائبات هادي 810 مليون ديال الدرهم غادي يدوزوها لبنما راه والو ما يعطينا والو ما يحقوا لنا لا والو ماشي بحال الزرواري اللي قال لهم انا بنيت المساجد وبنيتهاش بنيتي المساجد يربو عليك واش ما تبنيش البيران اش داك في مساجي ها الزروالي ابني البيران الناس بريل البيران الناس بحالنا حنايا حنا الناس غير المنافقين دي حنايا مول المسلمين وانت باغي تقول لي درتي مسجد كاك درتي والو درتي ما حافيه تكون فيه نميمه المسلمين الكافرين غيكونوا تما وجيب باك يقول لهم انايا بنيت الاعمال الخيريه اش من خيريه الخيريه ديالها في كرك ما تبنيش لي الجوامع بني لنا البيران الشعب يريد البيران فين يقصروا الشعب يريد الملاهي الليله في الليليه فين يقصروا باش يطحوا
باش الجميع يشطحوا معايا. قسم اسمع لي قال لي سمير الدولي صاحبتك سمير الدولي هذاك القاتلك مانيش. فلهذا كان معكم انايا انا غادي نمشي من هنايا ونرجع لكم وراكم لا ما توركوش كلشي بحال بحال الشبكه تصب وانا باكل تنخطب عليكم على الاولى فالونتي شويه مشي يعني عرفتي شنو كل يوم كوكي سان جاك هادي بالي هنا ونتبعها لو كانار لو كانار عندي هذا بريست مع ستير فراي فيجيتابل والله ومع بوم دو فينواز تشري كلشي هادشي كلشي تمشي تشريه بلا ما طيب بلا والو فهمتي هادشي تشريه من ماكس سبنسر روبابا وفيها ديزيرت ديزيرت هادي كلشي وبقى عليه الشراب عندك هذاك الفان نوسو ولا عندك الروزي ولا عندك الروج ولا عندك لو قرعه كلشي تجيب 20 بون روبا ديال دو بيرسون دو كوكي سان جاك دو هادو دندو دندو اللي شعلوا هذاك الكنار دندو هو بيبي الكنار وهذا وعندك سيدي بليغيب بلي بوم دو تير وبديزير 20 بون سي كلها في المغرب وهذا كلتيها الخوان طيح تحت اليوكا تحت اليوكا نتشها خصني نمشي ناكل فهمتي اشوفكم من بعد قليل بسلامه.